In the circuit shown, R1 7 ohm, R2 12, R3 24 ohm. والإبسلون 1 56 فولت والإبسلون 2 51 فولت. بيقول لي find the currents I1 2 and 3. عايزين ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل. لو درسنا الدائرة الخارجية دي الأوتر كلية دي على بعضها، هقول إبسلون 1 هنا بوزيتيف، يبقى ماينس R1 في I1 ماينس I3 في R3. الـ R1 والـ R3 معلومين 7 و 24، يبقى كده عندي معادلة. المعادلة دي نهذبها إزاي؟ 7 I1 زائد 0 I2 زائد 24 I3 يساوي 56، عشان واحنا ندخل الآلة. طب لو درست الدايرة اللي هي فوق دي اللي فيها باتري واحدة بس، أقول إبسلون 2 ماينس I2 في R2 ماينس I3 في R3 يساوي 0، يبقى 51 ماينس 12 اللي هي R2 في I2 ماينس 24 I3 يساوي 0. نهذبها إزاي؟ 0 I1 زائد 12 I2 زائد 24 I3 يساوي 51. بعدين عند النقطة دي أقول I1 داخل زائد I2 ناقص I3 يساوي 0. هي أصلا كده كويسة، ندخلها بالآلة على طول. طبعا نستخدم Shift نقول مود، آسف، مود مع 5 مع 2 تطلع ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل. ندخل 7 مع 0 مع 24 مع 56، وهنا ندخل 0 مع 12 مع 24 مع 51، هنا ندخل 1 مع 1 مع ماينس 1 مع 0، وبعدين يساوي تطلع الثري كارنتس زي ما احنا شايفين.